السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وإن شاء الله تستغلوا الفرصة، تمام؟ يعني ما تضيعوش الوقت بتاعكم بقدر الإمكان، تستغلوا الفرصة يعني إن أنتوا تذاكروا على قد ما تقدروا. أنا هحاول أعمل لكم فيديوز كده شرح توضيحي لكل الحاجات اللي إحنا ممكن نقدر نقولها، تمام؟ لو كنا فيس تو فيس قدام بعض، حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تسمعوا الكلام ده كويس جدا وتذاكروه كويس جدا، تمام؟ وبعد كده هنفتح مجال النقاش فيه في ايام معينة حددها لكم اخر الفيديو ان شاء الله بالنسبة لكل مرحلة. احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها مع بعض كانت الجيومتريك سيكونس. اتكلمنا عن الجيومتريك سيكونس وعرفت يعني ايه جيومتريك سيكونس، وحلينا بروبلمز عليها وخلصناها، واخدنا يعني ايه جيومتريك مين واتكلمنا عنها بالتفصيل برضو، تمام؟ وعرفت ان الجيومتريك مين بتوين 3 نمبرز، لو انا عندي a و b و c are geometric sequence represent a geometric sequence، يبقى ال b هو الجيومتريك مين بتوين a and c، وعرفت استنتج الرول بتاعتها ازاي. النهارده ان شاء الله هبدا اتكلم عن the relation between the arithmetic mean and the geometric mean، تمام؟ يعني في ريليشن بتربط ما بين الارثمتيك مين والجيومتريك مين. اتس فيري امبورتنت، خلي بالك منها كويس جدا. فبدا الراجل في الاول خالص يقول لي ان the arithmetic mean between two different positive real numbers is greater than their geometric mean. يعني اي arithmetic mean لازم يبقى greater than الجيومتريك مين بتاع 3 numbers whatever كانوا ايه. فبدا الراجل يثبت لي الكلام ده. هو الاثبات انا كاتبه لك بس جاست ان حضرتك تقراه، انما كبروفز يعني لا، ما اظنش ان هو في الامتحان يجي يقول لك اثبت ان دي، بس برضو ايه جاست للمعرفه يعني. فبدا الراجل يقول لك لو انا عندي two numbers a and b، اوكي، يبقى their arithmetic mean عباره عن a plus b over 2 and their geometric mean عباره عن square root of a b، اوكي. فبدا الراجل يفترض فرضيته في الاول ان هو يقول لك طيب لو انا عملت الارثمتيك ماينس الجيومتريك ايه اللي هيحصل؟ يبقى a plus b over 2 minus root a b، تمام؟ عمل common denominator، طبعا هنا عمل times 2 عشان بس الناس اللي هي ممكن تتوه مثلا في common denominator، عمل هنا times 2، تمام؟ و over times 2 برضو نفس الكلام. هيحصل ايه؟ تمام؟ هيبقى a plus b minus 2 root a b. فالمفروض ان a minus 2 root a b plus b، تمام، اقدر احوله لperfect square اللي هو root a minus root b all squared over 2. ودايما الكوانتيتي دي تعتبر positive quantity، تمام؟ لان طبعا لو عندي root a minus root b over 2، root a minus root b احنا ده ضامن البوزيتيفيتي دايما هنا، whatever كانت الانسر هتطلع ايه فالباور 2 هيضمن البوزيتيفيتي برضو. any number positive divided by 2 must be greater than 0. فمعنى كده ان انا اثبتت ان a او الارثمتيك مين ماينس الجيومتريك مين جريتر ذان 0. يعني معنى كده لو انا عملت ترانسفير للجيومتريك يبقى معنى كده ان الارثمتيك مين از جريتر ذان الجيومتريك مين. فاينلي الراجل برضو زي ما بقول لك البروف جاست للناس اللي هي حابه تعرف تفاصيل الكلام ماشي ازاي، تمام؟ انما بعد كده خلاص اني ارثمتيك مين جريتر ذان جيومتريك مين، اوكي. بعد كده اعطاني امبورتنت ريماركس مهمه جدا جدا جدا، ركز قوي فيها يعني ريمارك نمبر 1 ونمبر 2 اتس فيري فيري امبورتنت وخصوصا في البروبلمز. الراجل بيقول لي لو انا عندي a وb وc ار 3 كونسيكتيف تيرمز ان arithmetic سيكونس، يعني a وb وc تعتبر arithmetic سيكونس، يبقى معنى كده ان البي ده هو الارثمتيك مين بتوين a and c. طب لو عايز اجيب الجيومتريك مين بتاع a وc قال لك يبقى سكوير روت اوف a تايمز b. تاني لو انا عندي a و b و c تعتبر a و b و c، تمام، تعتبر 3 consecutive terms في arithmetic sequence then، يعني a و b و c arithmetic، اوكي خلي بالك a و b و c arithmetic، يبقى ال b عباره عن ال arithmetic mean. طب لو عايز اجيب الجيومتريك مين قال لي عباره عن square root of a times c، معلش دي هنا زي c، دي مش b c، اوكي square root of a times c، اوكي square root of a times c. طيب لو عندي a و b و c are 3 consecutive terms في geometric sequence قال لي بس يبقى a و b و c دي geometric اصلا، يبقى مين الجيومتريك مين؟
قال لي بي. طب والارثمتيك مين؟ بتاع ال A و C، قال لي يبقى A plus C over 2. A plus C over 2 والجيومتريك مين؟ وفاينالي طبعا الراجل بيقول لي يلا خلاص احنا متفقين من الاول خالص ان الارثمتيك مين بيبقى greater than الجيومتريك مين. الارثمتيك مين اهو، الارثمتيك مين greater than الجيومتريك مين، الارثمتيك مين greater than الجيومتريك مين. فخلي بالك من الريمارك دي. طيب هل انا عندي حاله من الحالات اللي بتبقى الارثمتيك مين ايكوال للجيومتريك مين؟ قال لي اه سبيشال كيس واحده بس، وانا تقريبا وضحتها للناس كلها، ان انا عندي نوع معين من انواع السيكونس اللي هي تمثل ارثمتيك وجيومتريك في نفس الوقت، اللي هي الكونستنت سيكونس. يعني لما يجي يقول لك مثلا 5 5 5 5 5 دي سيكونس ارثمتيك ولا جيومتريك؟ اه ممكن تبقى ارثمتيك ممكن تبقى جيومتريك في نفس الوقت. ليه؟ لانها بتزيد بنسبه ثابته برضو. لو عملت 5 ماينس 5 5 ماينس 5 يبقى دي ايكوال 0، نفس الكلام بالنسبه للار. فبدا الراجل يقول لي the arithmetic mean of two equal positive numbers is equal to their geometric mean، ودي الحاله الوحيده ان الارثمتيك مين ايكوال للجيومتريك مين. اوكي اي هوب ان انت تكون جمعت النقطه دي، عشان النقطه دي فيري امبورتنت. ويبدا الراجل بقى يديني بقى اكزامبلز على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. اكزامبل 9 تمام، لان احنا خلصنا طبعا، انا مش ببدا باكزامبل 9 على فكره، احنا خلصنا 8 اكزامبلز قبل كده اللي هو على على الجيومتريك سيكونس. اكزامبل 9 بيقول لي لو انا عندي A و B و C و D are four consecutive positive quantities of a geometric sequence. خد بالك A و B و C و D عباره عن four consecutive positive quantities of a geometric sequence، يبقى احنا متفقين ان دي كده عباره عن geometric sequence. geometric sequence طيب اللي انا عايزه ايه؟ قال لك prove that number one ان A plus D is greater than B plus C و A B plus A D plus D C is greater than 3 B C. خلينا متفقين ان النوع ده من انواع البروبلمز مهم جدا ان انت تميزه. وانا واحد يقول لي مثلا طب هو انا امتى استخدم ان الارثمتيك جريتر ذان الجيومتريك، يعني ارثمتيك مين اكبر من الجيومتريك مين، امتى يعني امتى؟ قال لي لما الراجل يطلب مني مسائل بروف في نوع معين من انواع البروبلمز، اللي هو يقول لك بروف ذات انيكواليتي سمثينج جريتر ذان سمثينج، وخصوصا في الانيكواليتي في السيكونس. يعني يجي مسألة sequence مثلا يقول لك A B C D مثلا geometric sequence arithmetic sequence prove that إن something is greater than something something is smaller than something. قال لك وانت مغمض وانت مغمض هتستخدم الريليشن بتاعت ال arithmetic mean is greater than ال geometric mean. طيب تعال نشوف حاجة زي كده ممكن نحلها ازاي. بدأ الراجل في الأول خالص يقول لي تمام بدأ في الأول خالص يقول لي إن أنا عندي A و B و C و D تمام تمثل geometric sequence. فهيبدأ بقى step by step يبدأ يجزئها لي، يعني يقول لي إيه؟ يقول لي ال A وال B وال C وال D geometric sequence، يبقى ال B تعتبر geometric mean between A and C. geometric mean between مين ومين؟ ها؟ A and C. اوكي وبعدين قال لي اه ما دام ال B is geometric mean between A and C، تعالى بقى يبقى وانا عندي rule بتقول ان الارثمتيك مين is greater than الجيومتريك مين تمام، therefore هبدا بقى اجيب الارثمتيك مين between A و C اللي هي ايه؟ ها A plus C over 2 is greater than mean الجيومتريك مين اللي هو يمثل B بقى، لان دي geometric sequence، يبقى ال B هو الجيومتريك مين. وبعد كده ال2 هنا بالديفايدد هوديها هناك بالتايمز، هوصل ان a plus c تمام is greater than 2b. ودي كده اول انيكواليتي هبدا اعلم عليها واسيبها شويه. وبعد كده هقول ايه؟ ما بين ال b وال c وال d، ها ال c تعتبر geometric mean between b and d. اوكي يلا، وانا عندي رول بتقول لسه قايلينها حالا دلوقتي ان any arithmetic mean is greater than الجيومتريك مين. قال لك يلا هات لي الارثمتيك مين ما بين البي والدي، يبقى بي بلس دي اوفر 2 تمام اللي هي الارثمتيك مين greater than الجيومتريك مين اللي هي مين تعتبر السي. هحل inequality برضو بالديفايد 2 هوديها بالتايمز، يبقى بي بلس دي ها is greater than مين سي. قال لك طيب دي الفيرست انيكواليتي ودي السكند انيكواليتي، لو عملت ادنج للتو انيكواليتيز دول تعال نتفرج المنظر اللي هيطلع عامل ازاي.
يلا بينا شباب. هنقول A plus C okay plus B plus D، يعني أنا هعمل adding لل left hand side of the inequality مع بعض. A plus C plus B plus D is greater than 2B plus 2C right hand side مع بعض، يبقى left hand side و right hand side. بعد كده هاخد ال C أوديه هناك بال minus okay، وبرده نفس الكلام ال B هعملها transfer بعكس الساين، هيبقى A plus D تمام A plus D okay is greater than، طبعا انت لما عملت transfer لل C 2C minus C equals C و 2B minus B equals B، من هنا وصلت اللي انا عايزه اللي هو اول مطلوب الراجل طلبه A plus D is greater than B plus C. طيب second required اعمله زي ارجع له تاني، قال لك باي مالتيبلاينج. طب ايه اللي يجي في بالي اللي يخليني ان انا اعمل مالتيبلاينج للتو انيكواليتيز؟ قال لك بص خد بالك انا قايل لك اي بي اي سي سي دي، يبقى مالتيبليكيشن. قال لك يلا بينا ديستريبيوت بالراحه كده، اي تايمز بي اي بي، اي تايمز دي اي دي، بعد كده سي تايمز بي سي بي، سي تايمز دي سي دي از جريتر ذان 2 بي تايمز 2 سي اللي هي 4 بي سي. بعد كده قال لك خد البي سي ودي هناك بالماينس اوكي، يبقى معنى كده وصلت ان ايه، ان ال AB plus ال AD plus ال BC تمام، BC خلاص راحت هناك، يبقى plus CD is greater than 3 ها BC is greater than 3 BC اوكي. ده كده ايه، ده كده اول example اوكي يا شباب.
example number 2 بيقول ايه؟ بيقول لي insert 3 geometric mean between 2 and 32. يعني انا عايز ما بين ال 2 وال 32 احط 3 geometric mean. تعال نتفرج المنظر عامل ازاي step by step. قال لي لو انا هعمل inserting ل 3 geometric mean between 2 و 32، معنى كده 32 دي هتعتبر term الكام؟ قال لي T5، لان 1 2 3 4 5 يبقى 32 دي T5. قال لك طب يلا بينا، يبقى T5 equal 32، يبقى AR to the power 4 لان T5 عباره عن AR power 4 equal 32. ال A عندي equals 2، يبقى 2 times R power 4 equal 32. هودي 2 هناك بالديفايدد، يبقى R to the power 4 equals كام؟ ها؟ equals 16. اوكي. I want to find R، يبقى therefore R equal positive or negative 4th root of كام؟ 16. وخد بالك من البوزيتيف نيجاتيف، لان لما يكون عندي الباور هنا even ما تنساش البوزيتيف نيجاتيف ده اهم حاجه، لان هيدي لك 2 R. معنى كده ال 4th root of 16 maybe 2 maybe negative 2. ساعتها لو ال R ب 2 يبقى ال first sequence عبارة عن ايه؟ ها 2 ه times 2 تبقى 4 ه times 2 تبقى 8 ه times 2 تبقى 16 ه times 2 تبقى 32. طيب وال second sequence يبقى كده، بص يبقى 4 و 8 و 16 دول يعتبروا، ها يعتبروا ايه؟ هم دول التلاتة means اللي انا ضبطهم. وال second sequence هتبقى ال first term عبارة عن 2 ه times بقى negative 2 negative 4 times negative 2 8 times negative 2 16 times ها negative 2 equal 30. وده كده يعتبر دول الثلاثة دول هم ال second أو ال three means أو three arithmetic means اللي أنا ضفتهم. طيب كلام ظريف، يبقى ده ال example اللي بعديه. تعال نشوف فكرة أقوى شوية. ماشي شباب، example 11 بيقول لي if four geometric means are inserted between two numbers and if the sum of the first mean and the fourth mean equals 90 and the sum of the second mean and third mean equals 60 find the two numbers. قال لك هنا خد بالك قوي من فكرة ال first mean و second mean و third mean and so on. يعني أنا في الاكزامبل اللي فات لما قلت insert three geometric mean between 2 و 32، يبقى ال first mean هو T2 وال second mean هو T3 and so on. يعني لما يجي الراجل هنا يقول لي insert أو يقول لي هنا four geometric mean are inserted between the two numbers and the sum of the first mean and the fourth mean، تعالى بقى نتفرج هنا، يبقى T2 plus T5 ها equals 90. أوكي؟ طيب and the sum of the second mean and third mean equals 60، يبقى T3 plus T4 equals 60. يلا بينا نفك بقى، ها يبقى AR plus AR power 4 equals 90. طبعا انا هسحب ال AR as a common factor، هيتبقى طبعا هنا 1 plus R to the power 3 equals 90، ودي هسميها ال first equation. تعال بقى ايه نروح على ال second equation، هتلاقي T3 اللي هي AR to the power 2 plus T4 اللي هي AR to the power 3 equals 60. هسحب AR as a common factor، هيتبقى او هنا سوري AR power 2 طبعا لان هنا بناخد الكومن
كاما لتر بأقل باور، يعني هيبقى 1 بلس ار ايكوال 60، وهعمل باي ديفايدنج زي ما كنا بنعمل على طول وانا بحل تو جيومتريك مينز، او اديني مثلا جيومتريك مين ويديني انفورميشن عنها هنا وهنا عشان اقدر اعمل كانسليشن او اعمل ريدكشن للانون a واجيب الار. فهيبقى ar في 1 بلس ار كيوبد و ar باور 2 في 1 بلس ار ايكوالز 90 اوفر 60. بعد كده هعمل سمبليفيكيشن بقى، a كانسل a، r راحت مع واحده من الباور 2، يبقى 1 بلس r باور 3 هعملها فاكترايز طبعا، واخدنا احنا الكلام ده موجود عندك اللي هي سمول براكت وبيج براكت، هيبقى 1 بلس r، والبيج براكت بجيبه من السمول براكت عن طريق فيرست تايمز فيرست، سكند تايمز سكند، فيرست تايمز سكند بعكس الساين. 1 بلس r كانسل 1 بلس r، واعمل كروس مالتيبليكيشن هوصل ان 2 ماينس 2r بلس 2r squared equals 3r. هعمل ترانسفير هدخل 3r جوه بالماينس. فاينالي بعد ترتيب الكوفيشنتس، بعد ترتيب الترمز اللي عندك، هيبقى 2r باور 2 ماينس 5r بلس 2 equals 0. هحل الجنرال فورمولا طبعا واطلع ال r، هتبقى ال r بتاعتي يا اما r equals 2 يا اما r equals كام؟ half. هعمل سبستيوشن بقى في اي ايكويشن الاولى او الثانيه عشان اقدر اجيب ال a. لو عملت سبستيوشن شلت ال r واحده 2 هتطلع ال a ب 5، عملت substitution ال r equals half ال a equals 160. يبقى ال first sequence عبارة عن 5 times 2 10 times 2 times 2 times 2. ده ليه عملت كل ده مستر؟ قال لك اه انا بقول 4 geometric mean between 2 numbers، يبقى 2 numbers و 4 geometric mean، ادي 1 و 2 و 3 و 4، يعني لان الراجل طالب منك هم مين ال 2 numbers، تقول له 2 numbers are 5 و 160. 5 و 160 تمام، لان لازم تحط لي 4 geometric mean ما بينهم. ونفس الكلام السكند سيكونس، هتبدا ب 160 تايمز هاف تايمز هاف تايمز هاف تايمز هاف، هيبقى 80 تايمز هاف ايكوال 40 تايمز هاف ايكوالز 20 تايمز هاف ايكوالز 10 تايمز هاف ايكوالز 5. تمام، يبقى ال 4 جيومتريك مينز اهم اللي هي 80 و 40 و 20 و 10، يبقى 2 نمبرز هو 60 او 160 و 5، يعني معنى كده 2 نمبرز برضه في الحالتين عباره عن 5 160 او 160 وكام؟ 160 و 5. تمام، الاكزامبل ده لازم ناخد بالنا من اللي انا قلت عليه، the first mean the second mean the third mean and so on. طيب
الاكزامبل اللي بعديه تمام بيقول لي three numbers are in arithmetic progression and their sum equals 15. If we subtract one from the first term and one from the second term and we add one to the third term, تمام, our third number, then the resulting number for my geometric sequence find the three numbers. مبدئيا كنا متفقين دايما مع بعض. لما راجل يقول لي انا عندي three numbers for an arithmetic sequence يفضل ان انت تفرضها كالآتي. ان انا هقول له let the first number be a minus d والتاني يبقى a والتالت يبقى a plus d. زي ما اتفقنا ولو كانوا four numbers يبقى a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. ده موجود عندك في الـ في الـ في الشيتس اللي عند حضرتك. ففرضيتي في الاول a minus d و a و a plus d. ليه؟ قال لي عشان لما اجيب السم بتاعهم هقول له a minus d plus a plus a plus d, هتلاقي ان نيجاتيف دي مع بوزيتيف دي كانسلد. هدي لك ايكويشن فيها انون واحد بس اللي هو الـ A وتبدا حضرتك الدنيا تبقى بسيطه معاك. تمام؟ يبقى نيجاتيف دي كانسل بوزيتيف دي يبقى 3A equals 15. من هنا الـ A equals كام؟ 5. نعيد بقى كتابه النمبرز, هتبقى بدل A minus D و A و A plus D هيبقى 5 minus D و 5 و 5 plus D. 5 minus D, اوكي؟ و 5 و5 بلس دي, دول الثري نمبرز بتوع حضرتك اللي انت قال لك عليهم اللي هم يمثلوا arithmetic progression او arithmetic sequence. الراجل بيقول لي بقى لو انا عملت minus 1 للاولى و minus 1 للثانيه و plus 1 للثالثه, لو minus 1 للاولى هتبقى 4 minus دي وال5 هتبقى 4 و plus 1 ل5 بلس دي تبقى 6 بلس دي, قال لي ساعتها هتبقى geometric sequence. انت تستفيد ايه من geometric sequence؟ قال لي ان term divided اللي قبله يديني r والterm divided اللي قبله يديني r. الله, يعني معنى كده ان 4 over 4 minus d هي هي 6 plus d over 4. او مثلا حد حابب يعملها بالجيومتريك مين, اتس اوكي الاثنين واحد. هعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 4 times 4 16 equals 4 minus d في 6 plus d, وابدا بقى اعمل اكسباندنج عادي جدا. عندي ايكويشن خلاص هي بقت سهله جدا, ايكويشن ان ترمز اوف دي, هقدر احل الايكويشن بتاعتي واطلع الانون بتاعي دي بطريقه سامبل جدا. هديستريبيوت 4 times 6 24, 4 times d positive 4d, negative d times 6 negative 6d, negative d times positive d equals negative d squared. بعد كده هجمع like terms هتبقى negative d power 2 minus 2d plus 8 equals to 0. اعمل solving equation هتطلع d equals 2, d equals negative 4. ساعتها يبقى ال first sequence اللي هي a minus d هيبقى 5 minus 2, okay, equals 3. بعد كده ال a 5, بعد كده 5 plus 2 equals 7, يبقى 357. This is the first sequence. And the second sequence, 5 minus minus 4, which equals to 9, 5 and 1. يبقى كده حضرتك خلصت السيكونس بتاعتك او كتبت السيكونس اللي هو عايزه. تمام؟ خد بالك قوي من فرضيتك لما يجي يقول لي 3 numbers form an arithmetic sequence. انت عارف بقى لما يجي يقول لك 3 numbers form a geometric sequence, قال لك لا هنا عيش حياتك بقى. هقول له let the first number be a, والسكند نمبر اي ار والثيرد نمبر اي ار باور 2, لان انا هنا مش مفيش اللعبه بتاعت السمبليفيكيشن اللي تقدر تشتغلها. تمام؟ عشان تعمل كانسليشن او تعمل ريدكشن للانون شويه.
اهي example 13 بيقول لي three numbers in geometric progression. هو ده اللي انا كنت لسه بكلم حضرتك عنه دلوقتي. ساعتها لما تيجي تفرد هتقول لي بقلب the first number a بقى a و ar و ar power 2. their sum equals 21. تمام، يبقى فرضيتي في الاول let the first number او let the numbers او let the sequence the terms of the sequence ب a، هيبقى الترم الاول a والثاني ar والثالث ar squared. their sum equals 21، يعني a plus ar plus ar squared equals 21. ساعتها حضرتك هتعمل بقى البيزكس بتاعتنا الاساسيه. تمام، ان انت في common factor هتبدا تسحب الكومن فاكتور بتاعك. ايه الكومن فاكتور هنا؟ طبعا ال a بس، هتسحب ال a common factor وبعد كده تفتح bracket اللي اتبقى هنا 1 plus r plus r squared equals 21، وكده اخرك مش هتقدر تعمل حاجه. سميها لي 1 وتعالى نقرا بقيه المثال. بيقول لي if we add 1 and half to the second term the resulting number are in arithmetic progression. يعني a والسكند تيرم اللي هو ar plus 1 and half والثيرد تيرم ar squared قال لي in arithmetic progression. يعني ايه arithmetic progression؟ قال لي يعني الميدل تيرم ده يعتبر الارثمتيك مين between a and ar power 2، يعني a plus ar power 2 over 2 equals الميدل تيرم اللي هو ar plus طبعا 1 and half اللي هي 3 over 2. for simplify هعمل equation كلها times 2 عشان اعمل simplification، هيبقى a plus ar squared equals 2ar طبعا times 2 هنا هيبقى 3. transfer 2ar الناحية التانية طبعا هتروح بالنيجاتيف، وصلت ان ar power 2 minus 2ar plus a equals to 3. اسحب بقى ال a common factor هيبقى r power 2 minus r plus 1 ودي second equation. طبعا خلاص بقى فهمنا اللعبة، ها by dividing عشان اعمل reduction لل unknown a. ساعتها حضرتك هتعمل ايه؟ ها هيبقى a 1 plus r plus r squared equals 21. طبعا هتبقى تقول لي a 1 plus r plus r squared over a r squared minus 2r plus 1، الكلام ده equals 21 على 3. فطبعا اقدر اقول 21 على 3 اللي هي 7 على طول. تمام، وبعد كده اعمل cross multiplication، اكنسل a كنسل a، اعمل distribute لل 7. تمام، او هنا اوزع على طول 7 7r power 2 plus minus 14r plus 7 equals 1 plus r plus r squared. جمع like terms هوصل لل quadratic equation اللي هي 6r squared minus 15r plus 6 equals 0. هعمل solving لل quadratic equation دي، اجيب ال unknown r هيطلع r equals 2 او r equals half by substituting بقى in 1 او 2 اللي حضرتك عايزه الاسهل بالنسبه لك. الاثنين هيدوني نفس الانسر. لو ال r equals 2 يبقى ال a equal 3، لو ال r equals half يبقى ال a equal 12، وساعتها اكون السيكونس بتاعتي بقى. تمام كده؟ بكده اقدر اقول لك ان الجزء بتاع الجيومتريك سيكونس الجزء ده خلص تماما. المفروض ان next time ان شاء الله هنتكلم على الجيومتريك سيريس اللي هي sum of geometric terms of the geometric sequence. وبرده يا جماعه هتبداوا تتابعوا الكلام ده، هنبدا ننزل الفيديو التاني ان شاء الله باذن الله على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. تمام، هيوصل لكم اللينك، حاول حضرتك تتفرج بتمعن. هيبقى عندك 24 ساعه تتفرج كامل على الفيديو، وبعد كده هنفتح مجال النقاش بعديها على طول بيوم باذن الله. اعمل سبسكرايب للشانل بحيث ان احنا كل فيديو هينزل حضرتك هتتابعه. تمام، شد حيلك وربنا معاك، وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للشانل عشان تتابعنا على طول بكل حاجة بننزلها جديدة. تمام، وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.